احنا سعيدنا اليوم باستقبالكم في الافطار السنوي الجامعي مركز التاهيل الشامل للذكور في الدمام، والذي هو احدى مراكز ايواء الاحبه ذوي الاعاقه في المملكه، والذي يعنى باهتمام خاص من مقام حكومه السيده خادم الحرمين الشريفين. الدعم اللامتناهي والدعم المتواصل لذوي الاعاقه، الاهتمام فيهم كايواءهم وتدريبهم والاهتمام فيهم لوجستيا طبيا اجتماعيا نفسيا. احنا جرت العاده في كل عام نلتقي بالاخوه الاحبه الداعمين في هذا المركز للالتقاء في الافطار الرمضاني من كل عام رفق ابنائنا واسرنا، فاحنا سعدنا فيكم اليوم ونسعد فيكم دائما وابدا. الله يحفظكم يعطيكم العافيه ان شاء الله. اليوم سعيدين بتواجدنا في مركز التاهيل الشامل للذكور في الدمام. الشكر موصول لمدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبد الرحمن المقبل، وأيضا الشكر موصول للأخ الأستاذ محمد الزهراني مدير التأهيل الشامل للذكور. شكرا، وكتب الله أجرهم عمل خيري جليل ملموس في هذا المركز، بارك الله فيهم وفي جهودهم، وشكرا أيضا لجريدة اليوم على ما هذه الاستضافة الجميلة. شكرا لكم. أولا يضيع القلم ويتشتت الغرطاس أن نكتب عن هذه الفعالية التي حقا لا يستطيع شاعرا أو متحدثا أن يتحدث عنها، لأنها تغريب للأنفس، وهي دعم لهؤلاء الأبناء الذين حقا يحتاجون لمثل هذه التواجدات والوجود حتى يحسوا بأن المجتمع هم منه وإليه. ولذلك كانت في قمة الروعة وكانت في قمة الجمال حينما التف لفيف من القوم وجاءوا مطيبين للخواطر، وأنتم تعلمون جمعكم كلكم أن من أفضل الأعمال لله سبحانه وتعالى هي تطيب الخواطر والقلوب.